مشاهدين أهلا بحضراتكم من جديد. الكهرباء من المشاكل التي تسبب أرق كبير في بال المواطنين والمسؤولين أيضا، خاصة بعد أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء على مدار اليوم الذي تسبب في موجة غضب مشروعة بين المواطنين. ولكن خرج متحدث مجلس الوزراء ليطمئن المواطنين بتوضيح الميعاد النهائي للتوقف لفترة تخفيف الأحمال نهائيا. ماذا قال المستشار محمد الحمصاني عن الميعاد النهائي لانتهاء كابوس قطع الكهرباء نهائيا؟ هذا ما سنوضحه الآن من خلال هذه التغطية. كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري تفاصيل جديدة عن أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستعمل على توفير 1,180,000,000 دولار. هذه الكميات التي سيتم استيرادها من الوقود ستصل تباعا حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، وبالتالي بانتهاء الأسبوع الثالث من شهر يوليو سيتوقف تماما تخفيف الأحمال حتى انتهاء فصل الصيف. وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أنه عقب انتهاء فترة الصيف سيتراجع استهلاك الكهرباء، وبالتالي سيتم دراسة الأمر والعمل على وضع الخطط وتوفير الموارد لانتهاء تماما من تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي. ومن جانبه كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن حزمة من القرارات الجديدة في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل غلق المحال التجارية في تمام الساعة 10 مساء باستثناء الصيدليات والبقالة التي ستغلق في تمام الساعة 1 صباحا. يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتبارا من الأسبوع المقبل مطلع شهر يوليو. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتقليل فترات انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف بتكلفة تقدر ب1,000,000,000 دولار، تشمل الخطة التعاقد على شحنات من المازوت تقدر ب300,000 طن من المتوقع وصولها بداية من الأسبوع المقبل بتكلفة 180,000,000 دولار. وأكد مدبولي أن تخفيف الأحمال سيستمر لثلاث ساعات يوميا حتى الأسبوع الثاني من يوليو، مع وعود بوقف انقطاع الكهرباء بالكامل بدءا من الأسبوع الثالث من نفس الشهر. وفي ذات السياق تحدث مدبولي عن التحديات التي تواجهها مصر في ظل موجات الحرارة الشديدة، مشيرا إلى أن شهر يونيو شهد ثلاث موجات حارة غير مسبوقة، وأن استهلاك الكهرباء يوم أمس الأول اقترب من 36 جيجا وات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أن مصر توقفت عن تصدير الكهرباء منذ 3 سنوات نظرا لزيادة حجم الاستهلاك المحلي. كما أشار رئيس الوزراء إلى حادثة انقطاع الكهرباء في أحد حقول الدول المجاورة، والتي أدت إلى زيادة فترات انقطاع الكهرباء في مصر بسبب تعطل الحقل لمدة تجاوزت 12 ساعة. وفي النهاية، وقرر مدبولي اعتذار الحكومة للشعب المصري عن الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، موضحا أنه يتلقى رسائل عديدة تعبر عن معاناة المواطنين، وأكد أن الحكومة تعمل على إنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، مع التركيز على توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي أمس اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الحلول الممكنة لأزمة انقطاع الكهرباء، وأكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن، مشدداً على أهمية التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية لتطبيق الحلول المقترحة فوراً. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.